اللاب بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ اللاب بتاعنا هيبقى عامل زي ما انت شايف كده، هيبقى عباره عن اثنين فاير وولز، فاير وول واحد واثنين، كل واحد فيهم وراه شبكتين. طبعا عاوز تزود زود، انا بعمل لك حاجه سيمبل بحيث تتعلم فيها. وحاول دايما دايما ما تكبرش اللابات الا واحده واحده، اللي هو ما تبداش مثلا انت لسه يا دوب بتتعلم تقوم عامل لاب معقد في الاول، تعقد نفسك. لا انت ايه، واحده واحده، يعني هنعمل لاب صغير نتست عليه الاول، ممكن تعمل بشبكه واحده كمان مش اثنين، حاجه نتست الاول، بعد كده نبدا نكبر الشبكه واحده واحده، نضيف شبكه كمان. طب دي لان واحده، طب انا هضيف معاها كمان لان، ويبقى عندي اثنين لان واحطهم في زون، وكبر اللاب واحده واحده. اللاب عندنا يبقى عامل ازاي؟ عندي اثنين فاير وول، اثنين فاير وول. الانترفيس الاول في كل فاير وول فيهم هعمله، هو انا هعمله الوان انترفيس. عاوز تغير عندك غير براحتك، انا بقى بقول لك على اللاب اللي احنا هنشتغل عليه. اول انترفيس في كل فاير وول هيكون هو الوان انترفيس، انا كده مقرر ان هو الوان انترفيس. ده بورت واحد، بورت 1. البورتات في الفاير وول وفي الفورت جيت بتترقم بايه؟ بورت 1 2 3 4 وهكذا. فاول بورت في الجهاز هو بورت 1، فانا عندي انا في اللاب عندي اللي هعمله هاخد بورت 1 ده اطلعه انترنت. بورت 2 في كل فاير وول هيكون واصل باللان، اللان اللي ورا اول فاير وول شبكه العشرات. الدي ام زد او شبكه السيرفرات اللي ورا اول فاير وول هي شبكه ال 20. كذلك هناك الفورت جيت الثاني، فورت جيت 2 فاير وول 2. اول انترفيس فيه هو الوان ده طالع انترنت. وتاني انترفيس فيه هو اللان وصل بشبكه 30، وتالت انترفيس فيه هو الدي ام زد اللي واصل بشبكه السيرفرات هي شبكه ال 40. تمام؟ اول انترفيس عندك هتطلعه انترنت، هعمله طبعا هشغل على الفي ام وير. على الفي ام وير هضيف كروت شبكه، ضيف عندك كروت شبكه لحد ما توصل لمثلا 7 8 كروت. انت مش محتاج اكتر من كام كارت هنا، في ام نت 1 شبكه العشرات، وكارت كمان لشبكه دي ام زد، كارت هنا، وكارت محتاج حوالي 4 5 6 7 كروت شبكه، ضيف لحد في ام نت 7 و8 و9 و10 مش مشكله، كروت شبكه متضافه على برنامج الفي ام وير. تمام؟ وبعد كده بحمل بقى، بجيب من على النت الفي ام مايا بتاع الفورت جيت نفسه، بحملها من على موقع فورتي نت. اقول لك بتحملها ازاي ونشوف حتى الفيرجن كمان هيشتغل عليه. هدخل على https://support.fortinet.com. لو ليك اكونت هتلوجن بيه، لو مالكش اكونت هتعمل ريجستر. اول ريجستر يحتاج منك الايميل بتاعك، ممكن تديله ايميلك الشخصي او تدخل على موقع زي ده، بدك ايميل مؤقت لمده 45 دقيقه تسجل بيه، مش هبريد عشوائي، تدوس على الايميل ده كان اتنسخ، اتنسخ كوبي، ايميل شغال 45 دقيقه وبينتهي، مش محتاجه بعد كده اصلا، خلاص هسجل بيه بس كنترول دي ولا ريجستر. المفروض الـ verification code ده H U K X B get كده، المفروض بعت لي verification code. ده ريفرش جالي كود اهو اهو. طيب هعمل لك باسورد بقى.
نقول 40 add 1 2 3 اف كاب 40 add 1 2 3 هنا بقى عاوز ال first name وال last name ال title ال company أي اسم ال address أي اسم ال city ال country الفون نكتب الكود الأول يجي اتنين يجي في زيرو أي حاجة بقى زيرو 10 أي حاجة accept register complete لوجين تاني الايميل اهو ندوس عليه كده كوبيد وهذا الايميل وهذا الباسورد 40 at 123 لوجين سيف. طيب هدخل بقى على سبورت هدخل على في ام ايمجز ده البرودكت الجهاز ايه 40 جيت 40 ماجرا هذا 40 جيت ماجرا في ان سي 4. طيب البلاتفورم هيشتغل ايه على الكلاود ولا على الفي ام وير اي اس اكس اي هيجيب لي بقى المتاح عندي ايه عندي اللاست فيرجنز الموجوده كان عندي 7.0.6 و7.2 انا هشتغل على 6 على 7.0.6 وبعد كده نعمل ايه نعمل ابجريد لل 7.2.2 طيب في كل فيرجن منهم بتلاقي ملف الابجريد بتلاقيه دوت اوت وملف النيو انستليشن بيكون دوت زيب بيكون ملف مطلوب فده هنزله لو انا عندي اصلا فيرجن موجود وعاوز ابجريد لل 7.2 طبعا هنا هناخد لسه قدام الابجريد باص هتشوف بنمشي ازاي و الفيرجنز بتطلع ازاي من فيرجن لفيرجن تاني لو انت مثلا جاي من 6.4 هتطلع ل 7.2 مش طالعه مباشر هنشوف ساعتها بتمشي ازاي المهم ان عندي بدخل على كل فيرجن بلاقي ملف الابجريد بتاعها اللي يوصلني ليها والملف النيو ديبلويمنت بتاعها انا هنجيب لي فيلد تعالى ده كده هات ملف الاوت اوت من داونلود تحت اهو تمام اتحمل تحت اهو نحمل تاني برضه ملف الايه ملف النيو ديبلويمنت على 80 ميجا زي ما قلنا احنا هنشتغل على 7.0.6 اغلب الناس شغاله دلوقتي وهنشوف بعد كده الابجريد ازاي هيتم من 7.2 وايه الفروق اللي بين الاثنين طب نروح بقى كده نتحمل خلاص هنروح ل 7.0.6 برضه نفس الكلام ملف الابديت نيو ديبلويمنت لا دي غلط دي مش نيو ديبلويمنت ده الملف الابديت دايما دايما اللي فوق ده بيبقى الابجريد مش نيو ديبلويمنت ده كده مكتوب غلط لكن ده الايه ده النيو ديبلويمنت اهو ده اللي هو الملف ال 71 ميجا ده ده اللي احنا لو حبينا نرجع تاني لل 7.0.6 هنحتاج برضو ملف الابجريد بتاعه لان هو الملف بيكون هو ابجريد داون جريد
حتى لو رحنا 7.0.5 تلاقي فوق ملف الابجريد وتحت ملف النيو ديبلويمنت. في فير 6 ده مكتوب هنا، ده مش غلط، ده غلط. طيب بعد ما حملنا اهم ملفين ادى 7.0.6 رايت كليك واعمل له اكستراكت اهو، تلاقي عندك كذا ملف اهو. هنزل اللي هو على طول 40 جيت في ام 64، مش مع اي اكستنشن تاني، لا دوت في اي بي بي ولا دوت ان اس اكس، هو ده منتهي عند 64، مفيش ليه اي اكستنشن تاني. دبل كليك عليه كده، يعني هنزلنا السورس اللي هنعمل منه الفي ام بتاعتنا، الفاير وولز بتاعتنا، هنعمل منه 2 3 4 فاير وول، ده السورس، ده الايمج نفسها. اقول له اكسبت نكست، هتسمي اول فاير وول هسمي مثلا 40 جيت 1 اف جي تي 1، هتسيبه فين؟ في الدي، في فولدر اسمه 40 جيت 1، ماشي. اقول له امبورت، تمام. تعال بقى نظبط الانترفيسز. طبعا لازم اكون ضايف عندي في في برنامج الفي ام وير كذا انترفيس اهو. تروح على اديت فيرشوال نتورك اديتور، انا ضايف عندي كام؟ 7. ممكن تقول له تشينج اد بقى، اضيف معاك لحد، تقول له اد نتورك معاك لحد كام؟ لحد 19 نتورك. فانا ضايف هنا 7 بس، كفايه 7، مش عارف اكتر من كده، 7 كفايه. هنخلي اول واحد بريدجت. بريدجت ده يعني اللي واصل على الفيزيكال انترفيس بتاعك وطالع انترنت، ده كانه واصل بالفيزيكال بتاعك. وعشان كده الاي بيهات اللي هنا دي اللي هتكون، لو انت هتعمل نفس اللاب بتاعي الاي بيهات دي هتكون متغيره من عندي لعندك. ليه؟ لان الاي بي اللي طالع انترنت ده عندك هيكون مختلف عن عندي. انا عندي مثلا الشبكه بتاعتي طالعه انترنت طالعه كام؟ شبكه 90. انت عندك انت غالبا هتلاقيها 192 168 1 دوت اكس. فانت هتدي هنا اول فاير وول على الانترفيس ال1، هتدي له 192 181 101، والثاني تدي له 102. لكن بقيه الاي بي هتخليها زي ما هي، مفيش مشكله. اي بي لان، اي بي دي، دي كلها هتخليها زي ما هي، مفيش مشكله. بس اللي هيختلف بيني وبينك الايه؟ انترفيس ال1، لان انا عندي انترفيس الوان اللي طالع انترنت واخد شبكه 90، عندك انت غالبا هتلاقي واخد شبكه ثانيه زي دي. فاول انترفيس بخليه بريدجد، ده الانترفيس اللي هيكون طالع انترنت، وده هياخد رينج اي بي هات من الشبكه بتاعتي اللي طالع انترنت. ده قلنا اول واحد بريدجد، نخلي بريدجد زي ما هو. او الثاني انترفيس في فاير وول 1 قلنا واصل فين؟ واصل بشبكه اللان، واصل على في ام نت 1 شبكه العشرات، اوصله على في ام نت 1، ده متصل بشبكه العشرات. اللي بعده ده هيكون واصل على في ام نت 2، واصل بشبكه ال 20. بعد كده الانترفيس الثالث والرابع هنا هخليها في ام نت 3 و4، مش هينفع بلاش 3 و4 لان 3 و4 هيكونوا مرتبطين هناك بفايرول 2، فاي حاجه بعد 3 و4 مفيش مشكله، اي حاجه بعد 3 و4. هنقول مثلا ده 5، واللي بعده ده مثلا 6، واللي بعده ده 7. اوكي، الباقي ده ممكن ما احتاجوش في حاجة، ممكن احتاج ده كله. اقول اوكي. تمام، هبدأ اشغل الفاير وول. طيب تعالى بالمره نشوف الفورت جيت الثاني، برضه دبل كليك على نفس الفي ام دي، نفس السورس ده، ولا نكست، هنسمي ده فورت جيت 2 وامبورت. وبرضه اي مشكله تقف معاك في اللاب بتكلمني بدخل معاك نظبطها. اقول له اديت، قلنا اول انترفيس بريدجد اهو، كنت طالع انترنت رقم واحد، اول بورت هيكون بريدجد. تاني واحد هيكون واصل بشبكة 30، يلعب في من التلاتة، ده اللام بتاعته شبكة 30. أول واحد بريدجت، تاني واحد هيكون واصل على في من التلاتة، اللي بعده واصل على 4. بعد كده بقى أحط 5 و6 و7، مش مشكلة، أهم حاجة ما تحطش 1 و2 لأنهم موجودين هناك مع الفورت جيت التاني. 6 ده برضه 7، ونحذف بقى الإيه؟ الإنترفيسز.
طب لو حبيت تضيف اي انترفيس في الوقت مفيش مشكلة. نيجي ل 4081 اهو، لسه بيبدأ سيت اب، يعني ريبوت اول مرة. اللوجن بيوزر نيم ادمن بدون باسورد، وبيطلب مني ادخل باسورد بعد ما لوجن اول مرة. دي الستيبس اهي، لوجن بادمن نو باسورد، وبعد كده اكتب نيو باسورد. لوجن بادمن بدون باسورد، هيطلب مني ادخل الباسورد الجديد. قلنا زي ما قلنا باي ديفولت مفيش باسورد بوليسي في الاول، فانت ممكن تحطها اي حاجه حتى لو مش كومبلكس، ممكن تحطها ادمن طبعا ده نوت ريكومند، احنا بس هنا عشان الايه، عشان الكورس نسهل الدخول بس على الفاير وول، فاحنا عاملينها ادمن، لكن في الريال انفيرمنت مفيش الكلام ده، لازم تكون كومبلكس على قد ما تقدر. لوجن بادمن الباسورد ده. طيب تعال بقى نشوف احنا هنمانج الفاير، احنا ممكن نمانج الفاير روم من اي انترفيس، مجرد ما فعلت عليه لازم افعل عليه البروتوكول اللي همانج منه الفاير روم. انا ممكن امانج الفاير روم ازاي؟ اول حاجه عشان امانج الفاير روم ادخل على الفاير روم ككومن اعمل له كونفيجريشن. اولا بالسي ال ار، بالكوماند لاين، بالكوماند لاين ده ممكن عن طريق الكونسول، وهنا مش محتاج يكون اي انترفيس من الفيرول عليه على اي كونفيجريشن، انا ممكن اوصل الكابل الكونسول على طول في بورت الكونسول، والوصله الثانيه احطها في الايه، في الجهاز عندي، واوصل للجهاز بشكل مباشر. ده فين؟ في الكونسول، في الكونسول بورت، او برضه بالسي ال اي هيكون اس اس اتش او تيل نت، بس هيكون على فيزيكال انترفيس عادي، بشرط يكون واخد اي بي ومتفعل عليه السيرفيس، يعني متفعل عليه الاس اتش او التيلنت، لازم يكون واخد اي بي عشان اقدر افتح من جهازي هنا كده برنامج زي البوتي او سيكيور سي ار تي وكونكت على الفاير وول اس اتش او تيلنت. لازم الانترفيس نفسه يكون واخد اي بي، وفي نفس الوقت يكون متفعل عليه التيلنت سيرفيس او الاس اتش سيرفيس. بدي اول طريقه انا اخش على الجهاز بالكوماند لاين، يا اما بالكونسول يا اما بالتلنت او الاس اس اتش، بس دول بيحتاجوا ان انا ادخل على انترفيس يكون واخد اي بي ومنفعل عليه الايه، السيرفيس نفسها الاس اتش او التلنت. وباي ديفولت مفيش اي سيرفيس متاكتيف على اي انترفيس، وباي ديفولت مفيش اي انترفيس واخد اي بي الا بورت 1 اللي هو هيتلاقي باي ديفولت واخد الاي بي ده 192 168 199. طيب ده اللوجن على الجهاز بالكوماند لاين. ممكن ادخل على الجهاز بالويب، بالبراوزر يوزر انترفيس، بالبراوزر افتح البراوزر وادخل على الجهاز اتش تي تي بي او اتش تي بي اس، ونفس الطريقه لازم يكون الانترفيس واخد اي بي ومتفعل عليه خدمه الاس اس اتش تي بي او اتش تي بي اس. فاروح كده على الجهاز على الفاير وول، طيب تعالى بقى نشوف هنخش من اي انترفيس. تعالى مثلا نكونفيجر انترفيس اللان، يفضل طبعا المانجمنت ما يجيلكش من ناحيه الوان، يكون دايما من ناحيه اللام، من ناحيه دي ام زد، من ناحيه تخصص مانجمنت انترفيس، بس يكون من جوه. تعال نكونفيجر بورت 2 اللي هو واصل باللان، واصل بشبكه العشرات، ونفعل عليه الاس اس اتش والتنت والاتش تي بي. هقول له كونف تي، كونف تي ايه؟ كونفيج سيستم انترفيس، اقول له ايديت. طبعا هنا زي سيسكو برضه بتكتب الكوماند حرف او اتنين هو بالتاب بيكمل ايديت بورت، هو باي ديفولت يجيب بورت 1، ادوس تاب تاني يدخلنا على بورت 2، او اكتب انا بنفسي اقول له ايديت بورت 2 انتر. انا حالا واقف على ايه؟ على الكونفجريشن على بورت 2. طيب الاول هحدد المود بتاع الانترفيس ده، بياخد الاي بي مانوال ولا دايناميك، اقول له سيت مود ستاتيك. دايما انت بتغير اي انتري في الكونفيجريشن بالكوماند ده بيكون بست، او تدي له اي بي سيت اي بي، قلنا كام على حسب اللاب 10 0 100 على 24 اهو على حسب التوبولوجي اهو،
ده الانترفيس اللي انا هياخد اي بي 10.0.0. لازم التوبولوجي عندك يكون مرسوم بورقه وقلم كده وشايف النظام ماشي ازاي. طيب انا اديته اي بي اقدر ابنج عليه؟ اقدر؟ لا ما ينفعش، لازم اقول له سيت الاو اكسس، عاوز تفتح ايه بقى على الانترفيس ده. طبعا كوتشن مارك برده كالعاده بتجيب لي كل المتاح على الانترفيس، ممكن له مثلا افتح لي البنج عشان اقدر ابنج عليه، افتح لي الاس اس اتش والتيلنت والاتش تي بي والاتش تي بي اس، انتر، خلصت وسيفت عشان تخرج وسيف باند اند كده، انت خلاص حضرتك وسيفت. المفروض ان انا حالا، طيب انا ايه بقى الوصل بيني وبين اللينكه دي؟ يعني انا حالا دي شبكه الفي ام نت، انا جهازي انا الشخصي فين في المكان ده؟ هنا انت بتروح على كارت النتورك عندك، يعني انت كل ما تضيف انترفيس في برنامج الفي ام وير بيضيف لك كارت شبكه قصاده في جهازك. يعني ضيف 7 كروت جوه الفي ام وير، حط لي هنا 7 كروت شبكه جوه اهم عشان يربط جهازك انت بكل كارت شبكه منه. فانا بروح على في ام نت 1 اهو، بدي له اي بي من رينج العشرات عشان ابقى واصل بالايه؟ بالشبكه دي. يعني انا حالا اقدر ابنج على 10.0.0.100 من جهازي كده، اقدر ابنج على 10.0.0.100 ابنج ليه؟ لان الفي ام نت 1 انترفيس ده في الفاير وول ده واخد اي بي من رينج العشرات، وانا برنامج الفي ام وير حاطط لي كارت شبكه في جهازي انا ومدي له كمان اي بي من رينج العشرات، فاقدر اوصل للايه؟ للانترفيس ده. تمام كده بقى، اقدر افتح البراوزر واخش اتش تي بي، اقول له كده 10.0.0.100، دخلنا ال 10.0.0.100 اهو، هلو جيم بادمن والباسورد اللي هي ادمن، اقول له انتر، اقول له سيف. لو عمل معاك حاجه زي كده في مشكله اللايسنس اكسبايرد والكلام ده، هتريسيت ديفولت كونفيجريشن وتعمل كونفيجريشن من اول، تقول له اكسكيوت اكسكيوت فاكتوري ريسيت، ريسيت للجهاز الديفولت كونفيجريشن، اقول له يس، ثواني بس يعمل ريستارت. لوجن تاني طبعا، الصف الخاص بادمن من غير باسورد، احط الباسورد الجديد ادمن، ادمن كونفيج سيستم انترفيس اديت بورت 2 سيت مود ستاتيك سيت اي بي 10.0.0.100 على 24 سيت الاو اكسس، افتح البنج والاتش تي بي والاس اس اتش والتلنت واند عشان اخرج واسيب. ثواني بس على ما يسيب الكونفجريشن ويلوج. هلوجن بقى اهو بادمن وادمن هلوجن. طيب هنا بس محتاج ان هو يعدي، يعني تدي الجهاز هوست نيم مبدئيا وتشوف الداشبورد سيت اب، اقول له مثلا بيجن، او تدي هوست نيم للجهاز ده، سمي الجهاز ده ايه؟ هنسميه فورتي جيت 1. اوكي اف جي تي 1. اوكي طيب بالنسبه للداشبورد اللي بتظهر عندك في الشاشه الرئيسيه، هل انت عاوزها الديفولت الحاجات العاديه ولا انت كومبرهنسيف؟ يعني لو انت اشتغلت قبل كده على الفورتي، this set will be familiar to users coming from previous version، يعني انت عارف اصلا الداشبوردز دي وعاوز تضيف عليها حاجات تانية، ناخد الكومبرهنسيف اقول اوكي. فيديو تعريفي كده للموديل ده او للفورتي او اس ده، هولد دونت شو، اقول اوكي. هذا الشاشه الرئيسيه اللي فورتي، تلاحظ ان الداشبوردز نزودها لي شويه اهي، عندك الراوتنج مونيتور.
هنقفل الداشبورد دي كده، الثبات اللي في الجنب دي هنتكلم عنها ان شاء الله واحده واحده. ده البيزك كونفيجريشن. هدخل على طبعا سيب الرامات والبروسيسور الديفولت، طبعا ده من اقل الفايروز اللي بيستهلك ريسورسز، يعني هو 1 سي بي يو 2 جيجا رام بيشتغل معاك زي الفل تمام. طبعا الناس اللي واخده معاها حاجات تانية عارفين ان الفايروز التانية حتى بالو التوم اقل حاجه بيشتغل حالا 4.5 و5.5 جيجا رام، الفورت بسيط جدا. اقول له كونفيج سيستم انترفيس، هيدت مثلا بورت 1 بورت 2 على حسب بقى الانترفيس اللي انت عاوز تمانج منه الفايروز تمام. عاوز تبنج اكسكيوت بنج او اكسكيوت فاكتور ريسيت. ده كده الانيشال كونفيجريشن، بس ازاي ان انا نزلت الفي ام اي بتاعت الفاير وول، عملت لها سيت اب، ازاي دخلت على انترفيس معين اديته اي بي، غيرت المود بتاعه، فتحت عليه خدمات زي الاتش تي بي والاتش تي بي اس الاس اس اتش التلنت البنج عشان اقدر ان انا ادخل عليه البراوزر واعمل بقيه الكونفيجريشن بالايه؟ بالبراوزر. زي ما انت شايف الديفولت مود بتاعه هو النات مش ترانسبيرنت، نات يعني لير 3 انتر لير 3 ديفايس. بعد كده بقى هيخش على اشوف بقى اعدادات الجهاز، اشوف الاستاتس بتاعت الجهاز واعدادات العامه بتاعته والبروكسي مود والفلو بويز مود. احنا النهارده